المشاركة من البيع يعني. هو بالبداية نحن عم ندرس الفكرة كفكرة أولية، إذا ممكن نحن نحطه بأماكن، ما بدي أسمي مشان ما أعمل دعاية لحدا، نعم. ولكن في مراكز كتير تقدمت أنه نحن نحط الكتاب عندها، حيتوزع بطريقة نتأكد تماما أنه حيوصل لإيد الأم، مش نوصله للشخص يتطلع فيه ما في شيء ممكن يفيده ويرمي، لا، حنتأكد أنه يوصل للجهة اللي ممكن تفيد الطفل والأم. نعم، في مشاكل في وانتم قاعد تعدون الكتيب؟ لا بالعكس، يعني علينا دعم كثير كبير من شركات كبيره، من جهات تختص بالطفل، اتصلوا علينا، ما كنا متوقعين احنا، يعني دعم، حبوا ان يشاركون معنا في هذا الدليل، وان شاء الله راح ياخذ صدى حلو يعني. نعم، هو ذكر اخو سامة انه في قطاعات كثيره، يعني هل تحبين تضيفين عليه قطاعات اخرى؟ طبعا، هو احنا راح يكون اول ما الطفل يبصر النور لعمر 14-15 سنه، راح يكون بهالمرحله كل شيء خاصة المرحلة الانتقالية من هالعمر له العمر، احتياجاته بشكل عام، تلمنا حضانات، مستشفيات، احتياجاته، تغذيته، شنو يخص الطفل راح يكون فيه، ما راح ننسى ذو احتياجات الخاصة، راح نحط قسم خاص لذوي احتياجات الخاصة، المعاقين، فئة المعاقين فئة مهمة، هم الأطفال أيضا راح يكون المعاقين ذهنيا، سمعيا، بالنطق، بالحركة، الداون، التوحد، شل الأطفال، حيكون في دكاترة تتكلم عن هذا الطفل، راح توضح الفكرة حتى الأم تقرأ وتقدر تستفيد منها. طبعا أخو سامة، هل في يعني تاخذون تصريح في مثل هالمواضيع أو هالكتاب اللي بتسوونه؟ هل لازم يكون في تصريح الموافقة جهات معينة؟ الجهة اللي تبنت الكتاب وأخذته على عاتقها، بدي أذكر على السريع بس مش ما كمان نرجع نعمل دعاية لحدا، الأستاذ عادل داود اللي تبنى الكتاب أخذ موافق عليه طبعا، تسجل الكتاب لحتى نحن ما فكرتنا يوم من الأيام نكون عم نشتغل على أي شخص تاني ويرجع يشتغل عليها، تحفظون الفكرة حقكم. نعم، سجلها، وبنفس الوقت نحن عم نعمل كل شيء بطريقة قانونية، أنه نحن وقت اللي بيجي لعنا المعلن أو بيجي لعنا الشخص اللي بده ينزل إعلانه أو يحط إعلام قبل الإعلان يكون عنده شغلات قانونية يقدر يستند عليها، لأنه أي شخص ممكن يعمل كتاب ويروح يشتغل عليه. نعم، احنا نمر في ظروف اقتصادية والكل ماسك فلوسه، يعني هل تشوفون أن المشروع في هذا الوقت أخو سامة يعني وقته صح؟ اللي احنا اللي اشتغلنا عليه هو بالعكس لنثبت، يعني ما بيخفى عليك بظل الأزمة الاقتصادية اللي صارت، نعم، تأثرت شركات الإعلان بشكل كتير كبير لتعاونا، لأنه من ضمن شغله مع الشركات الاستثمارية والشركات العقارية، فهذا الشيء عمل خلل بسوق الإعلان. اللي احنا بدنا نثبت بهذا الشيء اللي عم نسويه ونرجع مكانة الإعلان لمكانة، في ناس كتير مهدور حقها بالآونة الأخيرة آخر فترة 8 أشهر اللي صارت، فلحنا عم نحاول نرجع عن جديد نحيي هذا عملية الإعلان بشكل كتير كبير عن طريق كتاب اسمه دليل الطفل، نساعد المعلن ونتساعد معه لنشرح أكثر عن دليل الطفل. نعم، رح يفيد هذا الدليل الأم والطفل، لكن المجتمع بشكل عام هل رح يستفيد أيضا منه؟ طبعا، لأن الآباء هم لهم دور، لهم دور في هذا الدليل ولا؟ لا، كأن هم بعد هو يبي يشوف الأبناء، يشوف الأماكن الثقافية، المدارس اللي راح يحط مستقبل ابنه في هذا المكان، في هذه المدرسة، فهو حيقرا، هو دليل ليس إعلاني، هو دليل إعلامي، احنا قاعد نوضح حق المستهلك الكويتي، نعم، ان هذا الدليل هو يفيده، راح يقرا، وهو ما راح يكون إعلان، راح يقرا عن كل جهة في الكويت عن هذا المشروع، نعم، بشكل عام. نعم، اخو سامة، احنا الكويت صغيرة واكثر شيء احنا نسوي شوبينج، يعني الناس عارفة كل شيء بالكويت، فهل تعتقد أنه راح ينجح هذا الدليل؟ وخاصة الناس عارفة كل الأماكن، عارفة المحلات، عارفة يعني ما في شيء يخفى عليك. أنا حكيك شوي بشكل مش مفصل، ولكن عن تجربة شخصية. أنا قبل طفلي يوم اللي بدي أبعد بنتي على حضانة، أكثر شغلة عملتها سألت أشخاص أصحابي دلوني على اختيار خاطئ. ليش؟ لأنه أنا ما عندي خبرة هيدي الحضانة كيف ممكن تعلم لي ابني، بتأثر عليه نفسياً، تأثر عليه عقليا، أنا بكون أخذت الفكرة من عن طريق أشخاص. ولكن لما أنا بحط بين إيد الأم الكتاب، عم تقولي لي أنه الناس صارت بتطلع وبتشوف، أوكي صح، بس ولكن الاهتمام بالطفل بشكل عام، نحن عنا دليل اسمه دليل المرأة، عنا دليل اسمه دليل التليفونات، عنا دليل المطاعم، بس ولا مرة مسكنا بإيدينا دليل يحكي عن الطفل بعالمه الواسع. رح يكون حق الكويت بس ولا ممكن يكون لكم توسع بعد؟ المادة هي فكرة عم تتساوى بالكويت، ولكن بإذن الله
نحن عم نعمل دراسة انه يكون منتشر بالوطن العربي كافة. بإذن الله نحن بس هي عم